ينضم إلينا من دمشق خليل هملو مراسل القاهرة الإخبارية من هناك. خليل أهلا بك. إذن سوريا تفعل آلية الدفاع المدني التابعة للاتحاد الأوروبي، ما شكل وكم المساعدات التي تنتظرها سوريا في هذه الأثناء بعد تفعيل هذه الآلية؟ في الحقيقة شيماء، التصريحات الحكومة السورية خلال اليومين الماضيين دعت جميع دول العالم وجميع المنظمات الإنسانية لتوجيه الدعم والمساندة لمساعدة السوريين وفي مواجهة كارثة الزلزال التي حلت في مناطق الشمال من سوريا. بالعموم تفعيل هذه الأمر بالنسبة للحكومة السورية هو لسحب الذرائع من قبل الاتحاد الأوروبي حتى تقوم بدورها في المساعدة الإنسانية وإبعاد السياسة جانبا في هذه اللحظات الإنسانية الحرجة. اليوم الرئيس السوري بشار الأسد استقبل وفد لبناني برئاسة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله أبو حبيب، وبالنسبة للوفد اللبناني قدم إلى سوريا وعرض ما يمكن أن تقدمه لبنان في لسوريا وللسوريين في هذه الأزمة. ولكن الأمر المهم في هذه الزيارة هو فتح المطارات، فتح مطار بيروت وفتح الموانئ اللبنانية لأجل وصول الطائرات ووصول ربما سفن إلى لبنان، ومنها وضع هذه المساعدات التي تنقل عبر لبنان إلى سوريا لإبعاد الحرج عن بعض الدول الأوروبية التي هي ملتزمة بالقرار الأمريكي في فرض عقوبات اقتصادية على سوريا وحتى الجانب الإنساني. رغم أن التصريحات الأمريكية اليوم تتحدث بأن المساعدات الإنسانية في لحظات الكوارث لا تشمل هذه العقوبات، ولكن في أرض الواقع التصريحات الحكومية السورية كلها تتركز على رفع الحصار المفروض على سوريا لإيصال المواد الإنسانية، لإيصال المعدات الهندسية، لإيصال المواد النفطية التي تعاني منها البلاد، ما تعانيه قبل هذه الأزمة. ولكن اليوم أثر هذا الزلزال الذي حصل فجر أول من أمس فاقم جدا أزمة السوريين، باعتبار أن اليوم كل الجهد ينصب على المناطق التي تقريبا تضررت بالزلزال، وأقصد هنا محافظتي حلب ومدينتي حلب واللاذقية. اليوم رئيس الحكومة السورية وصل إلى تقريبا عند ظهر اليوم إلى محافظة حلب برفقة وفد وزاري، ومن التصريحات الصحفية التي تحدث بأنه فاجأة من هول الدمار الذي شاهده في مدينة حلب. بعض التصريحات وبعض ما تناقله وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يتحدث عن انهيار تقريبا حوالي 60 مبنى في مدينة حلب، ولكن في الواقع الرقم أكبر من ذلك بكثير. هم المباني التي يتم الحديث عنها هي مباني مسكونة ومأهولة، ولكن عدد كبير من المباني في محافظة حلب دمرت بفعل هذه الزلزال، ولكن هي كانت خالية وهي أصلا متصدعة منذ فترة طويلة، وتم وضع إشارات عليها من قبل محافظة حلب وتصنيف مباني أحياء حلب الشرقية في ثلاث فئات، وخروج أكثر من 500 مبنى من السكن وإفراغه بشكل كامل. حتى هناك بعض الأزقة والشوارع في أحياء مدينة حلب قبل هذا الزلزال يمنع مرور السيارات والآليات وحتى الأفراد من هذه الشوارع بأن الأبنية متصدعة وفي أي لحظة النار. ولكن الزلزال الذي حصل فجر أول من أمس وما تبعه من أمطار غزيرة جدا خلال اليومين الماضيين، وأيضا الهزات الارتدادية، انهارت على أثر ذلك العديد من المباني. حتى يوم أمس انهارت 5 مباني في مدينة حلب، وطبعا هي مباني خالية متصدعة. فمحافظة حلب والحكومة السورية من ضمن الإجراءات التي اتخذتها، هناك لجان فنية تقوم اليوم بدراسة وتقسيم أحياء حلب الشرقية، المناطق التي هي تعرضت للزلزال، وكشف على كثير من المباني. ولكن حسب ما أبلغت من أحد أعضاء هذه اللجنة بأن المئات من المباني تم استبعادها من السكن لاحقا بعد تقريبا انتهاء من عمليات الإجلاء، نظرا لأن هذه المباني هي مباني خطرة وتشكل خطر حقيقي على حياة السكان، ربما تنهار بأي لحظة بوجود زلزال أو بعدمه. خليل، تحديات صراحة تواجه فرق الإنقاذ في هذه الأثناء، برودة في الطقس تصل لحد التجمد و طرق مهدمة من تبعات هذا الزلزال، كيف تسير عمليات الإنقاذ مع نقص الإمدادات والإمكانيات بيد الدولة السورية؟
في الحقيقة العنصر البشري بالنسبة للحكومة السورية هو متوفر، إن كان من عناصر الدفاع المدني، من عناصر الإسعاف، من عناصر الهلال الأحمر العربي السوري، من المتطوعين الذين قدموا من عدد من المحافظات، من الجيش السوري الذي تدخلوا بأعداد كبيرة جدا في مدينتي حلب واللاذقية. لكن ما ينقص هؤلاء جميعا هو المعدات الهندسية. اليوم وزير الإدارة المحلية السوري قال بأن عدد الآليات الهندسية التي تعمل في محافظتي حلب واللاذقية هي 157 آلية، فإذا هذه الآليات ربما يمكن أكثر من نصفها تعود إلى القطاع الخاص. وذكر الوزير في المؤتمر الصحفي بأن عدد الآليات التي تم سرقتها وتدميرها خلال سنوات الحرب وتعود إلى الحكومة السورية، ومنها آليات ضخمة هندسية كانت تعود لمشاريع ضخمة، مشاريع الطرق، المشاريع الزراعية، وقال بالحرف أنها كانت أكثر من 50,000 آلية فقدتها الحكومة السورية خلال سنوات الحرب. اليوم ليس فقط الحاجة إلى تجهيزات طبية وأدوية وأغطية وخيم، إنما الحاجة الأكبر في هذه اللحظات إلى معدات هندسية متخصصة في عمليات الإنقاذ. وما يتم الاستعانة به حالياً إن كان في محافظة حلب وإن كان في محافظة اللاذقية هي آليات ليست متخصصة بعمليات الإنقاذ. يوم أمس أنا تحدثت مع أحد المسؤولين في محافظة حلب وأخبرني بأن عدد من المباني لم نستطع الوصول إليها باعتبارها موجودة في أزقة وأحياء ضيقة، يصعب دخول هذه الآليات الضخمة إليها. لذلك ننتظر ربما يتم الحصول على آليات أخرى عبر أصدقاء للحكومة السورية، ويقصد هنا روسيا وإيران وبعض الدول العربية. لكن حتى هذه اللحظة كل الاعتماد على الجهود الشعبية، الاعتماد على ما تمتلكه الحكومة السورية من آليات في عمليات البحث والإنقاذ. وأيضا يوم أمس وهذا اليوم دخلت الفرق العربية التي وصلت إلى سوريا ومن روسيا ومن أرمينيا على خط البحث والإنقاذ في عمليات البحث عن ناجين ربما في محافظتي حلب واللاذقية. أشكرك شكرا جزيلا هملو أو خليل هملو مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا بالصوت والصورة من دمشق، شكرا جزيلا لك.